السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع عربي إسلامي مفتوح المصدر، اللي عامله مهندس اسمه أحمد. مشروع جميل عشان تعمل إضافة نموذج الذكاء الصناعي في البرامج بتاعتك، وتحويل النصوص بتاعتك لبرامج قابلة للتحميل أو محتوى موجه للكتابة. وممكن تخليه يعمل لك صفحة مثلا زي ال HTML في ثواني. كل عليك إن أنت هتقول له وصف للصفحة اللي أنت عايزها، وهو اوتوماتيك يعمل لك الصفحة دي متبرمجة، مش مجرد بس شكله وخلاص. عايز الصفحة مثلا 404 اللي هي الصفحة مش موجودة، فيبدأ يعمل لك الصفحة بالشكل دوت. الصفحة هي الصورة والتكست والصورة بتاعتها، تمام. ده المشروع دوت ميزته ان هو مفتوح المصدر، فتقدر ان انت تشوف الكود بتاعه وتقدر تشارك في تطوير الكود لو انت حابب. هذه الصفحة بتاعت البرمجة هيت، تمام. تقدر ان انت تسطبها عندك وتبدأ ان انت تشتغل عليها لو انت حابب. هسيب لكم الروابط دي في الوصف بتاع الفيديو عشان الناس كلها تشارك ان شاء الله.